تمكن الدكتور عبد المجيد الرفاعي من نشر أول دراسة علمية حول مشاركة البيانات الوراثية في مجلة نشر العالمية، وذلك في استخدام الذكاء الاصطناعي في مشروع الجينيوم السعودي ضمن فريق بحثي، فيما تم هذا البحث بالشراكة مع باحثين سعوديين من عدة جهات بحثية وأكاديمية. الحديث أكثر ينضم إلي عبر سكايب من الرياض أستاذ بوليجيا الجزئية المساعد في جامعة أم القرى الدكتور عبد المجيد الرفاعي. مرحبا دكتور عبد المجيد. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا فيك. في البداية نبارك لك على هذا الإنجاز. ما هي الدراسة حول مشاركة البيانات الوراثية؟ أولا شكرا على الاستضافة، ثانيا الله يبارك فيك ويبارك مبارك للوطن ولجميع الفريق البحثي اللي عمل معنا في هذا المشروع. هذه الدراسة نشرت في Scientific Report وهي مهمة جدا لأنها تناقش موضوعات الجينوم البشري الآن تناقش في الجمعيات العلمية مثل مشاركة البيانات الوراثية، الطب الشخصي، خصوصية البيانات الوراثية، والجينوم السعودي هو موضوع دراستنا. والجينوم السعودي مفخرة لكل سعودي وسعودية، حيث الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية صنفته من أكبر مشاريع الطب الشخصي في تقريرها العام الماضي. ودراستنا هذه ناقشت موضوع اللي هي البيانات الوراثية لأن موضوع مهم جدا ومن أشهر نجاحاته في مواجهة كورونا، حيث أن عندما نشروا جينوم الفيروس كورونا تم تطوير اللقاح وتم كذلك محاصرة هذا المرض. طيب أنت يعني ناقشت الدراسة خمسة محاور لها علاقة بالجينوم السعودي، ما هي تلك المحاور؟ صحيح، الجينوم السعودي الآن الحمد لله يعني جمع أكثر من 65,000 عينة تم دراستها، واكتشفوا أكثر من 7,500 طفرة وراثية و 3,000 طفرة تساهم في 1,230 مرض وراثي في السعودية. المحاور ناقشناها هي خمسة. المحور الأول كان عن وعي المجتمع حول الأمراض الوراثية، ووجدنا في عين الدراسة أن العينة لديها وعي عالي. يعني على سبيل المثال وجدوا أن 93% وجدوا يعرفون أن المرض الوراثي له تأثير سلبي على المريض وعلى العائلة، و 95% يرون أن زواج الأقارب مسؤول عن هذه الأمراض، و 90% يؤمنون بأهمية فحص ما قبل الزواج. أما المحور الثاني هو كان حول معرفة المجتمع حول هذا المشروع الكبير وهو من أهم المشاريع العلمية والطبية في السعودية. وجدنا أن 82% من عين الدراسة يعرفون أن هذا المشروع سوف يؤسس قاعدة معلومات وراثية سعودية، و 69% لديهم استعداد للمشاركة في هذا المشروع، وكذلك 80% منهم يتوقعون أن هذا المشروع سوف يحصر جميع الأمراض الوراثية في الوطن. ثم انتقلنا إلى موضوع هام جدا وهو المجتمع السعودي، هل يعرف خصوصية البيانات الوراثية وكيف الدار في السعودية؟ وجدنا تباين في هذه الإجابات، ولكنهم أبدوا أنهم يثقون جدا في أن البيانات الوراثية محمية في السعودية، واقترحوا بحاجة أنهم إلى دورات في هذا الموضوع. أما المحور الرابع اللي هو ناقشناهم عن هل يؤيدون أي الدراسة مشاركة بيانات وراثية للبحث العلمي والطبي، وجدنا 90% من عين الدراسة يؤيدون و 92% يؤيدون أن مشاركة البيانات ومع حفاظ على خصوصيتهم، وكذلك 95% من العينة يؤكدون ضرورة وجود لائحة وطنية تساهم في مشاركة البيانات الوراثية على مستوى مراكز الأبحاث السعودية والطبية لكي يتم اكتشاف الأدوية المناسبة لهذه الأمراض الوراثية. طيب يعني أنتم اقترحتم يعني استراتيجية لمشاركة البيانات الوراثية لمشروع الجينيوم السعودي، لماذا هذا الاقتراح؟ صحيح، لأن الهدف الثالث من أهداف المشروع الجينوم السعودي هو تمكين العلماء والباحثين من الاستفادة من المعلومات الوراثية الناتجة من مشروع الجينوم السعودي. لذلك اقترحنا هذه الاستراتيجية المختصرة لكي تضمن مشاركة هذه البيانات مع الباحثين في بيئة محمية، جميع خصوصية المشاركين محمية، وكذلك تنشر اللوائح ويرفع الوعي حولها لكي يتمكن خبراء المعلومات الحيوية، خبراء الذكاء الاصطناعي من التنقيب فيها وإيجاد الطفرات الممرضة واكتشاف الأدوية المناسبة لكل مرض وراثي وتطوير كذلك العلاج الجيني لهذه الأمراض. فهذا موضوع مهم جدا، حتى يعني قبل نشر بحثنا هذا بيوم نشر بحث من كبار علماء الجينوم يؤكدون على أهمية مشاركة البيانات الوراثية على مستوى العالم وليس على مستوى الوطني. طيب. فهذا يعني موضوع مهم جدا. طيب
طيب يعني لديك أكثر من 24 بحث علمي منشور في مجلات علمية محكمة ومصنفة عالميا، ما هي أبرزها؟ الحمد لله، هذا من فضل الله ومن دعم الوطن وقادتي وجامعة أم القرى وجميع الباحثين اللي عملوا معي. أنا مركز في اللي هي الأبحاث الحديثة على جينات تسمى جينات فريزلد. هذه الجينات لها دور كبير في النمو الجنيني، وكذلك الطفرات فيها تسبب أمراض وراثية وأمراض سرطانية. والحمد لله نشرت فيها أكثر من بحث، وآخر بحث إن شاء الله سوف يخرج قريبا بإذن الله حول جين يسمى جين فريزلد 6، وهو درسنا دوره في مجموعة من المصابات بسرطان الثدي، ووجدنا أن هذا الجين له دور كبير جدا في التشخيص، وكذلك يمكن استهدافه لعلاج هذا المرض. وهذا المشروع مع دكتور محمد أبو المجد ودكتور مراد وعدد من علماء جامعة الملك عبد العزيز ومركز الملك فهد، سوف يتاح للجميع بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله. طيب من وجهة نظرك يعني ما هي أبرز مسببات الأمراض الوراثية في المملكة، وهل من الممكن إيقافها؟ والله أنا أشكرك على هذا السؤال طبعاً، لأن الآن جميع المجتمع السعودي يشارك في الإجابة على هذا السؤال. وأهم المسببات حسب الأبحاث العلمية هي زواج الأقارب، لأن في أحد الأبحاث يؤكد أن 60% من الزواجات تحدث في الأقارب، وهذا يعتبر مسبب رئيسي في السعودية للأمراض الوراثية. لكن الحكومة ووزارة الصحة مشكورة وبعض الجهات الطبية يعني أطلقت مثلاً فحص ما قبل الزواج، هذا مهم جداً ويجب الالتزام بنتيجة فحص ما قبل الزواج. كذلك المتابعة الطبية مع المستشارين الطب الوراثي، وكذلك لابد اللي هو أثناء مثلاً المصابين لابد يكون يتبعون فحص ما قبل الإنجاب وفحص حديثي الولادة. والآن الحمد لله العلم تطور والأبحاث متطورة، وعندنا في السعودية بجهود خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين أحدث أجهزة الجينوم والفحص الجيني متوفرة، فإن شاء الله الأمور تسير في مجتمع صحي وجودة حياة مرتفعة.